الآن إلى هند النقبي، تفضلي هند. نعم، أهلا بكم مشاهدينا. أقف الآن في المنطقة الخضراء، في منتصف المنطقة الخضراء كما ترون. هناك العديد من الزوار بدأوا يتوافدون إلى مدينة إكسبو، حيث تنعقد فعاليات مؤتمر كوب 28. هذا المؤتمر الذي تتعلق عليه الآمال بصورة كبيرة لوضع آلية تنفيذية للمبادرات والصناديق الاستثمارية التي تم إطلاقها خلال النسخ السابقة من مؤتمر كوب. كما ذكرت طبعا الامال معلقه على هذه الدوره من المؤتمر، ولكن كما قال معالي سلطان الجابر بان الجهود لا تقتصر فقط على الدول وعلى القطاعات، وانما ايضا نحن كافراد بامكاننا ان نساهم بتقليل هذه الانبعاثات من خلال الممارسات اليوميه التي نشهدها في حياتنا. على سبيل المثال، معي ضيفي هنا في المنطقه الخضراء علي عبدو، الذي قدم من مصر عن طريق الدراجة الكهربائية ليشارك في مؤتمر كوب 28. أهلا بك علي. بداية الحمد لله على السلامة طبعا. ثانيا، كيف كانت رحلتك، وأصلا كيف خطرت لك هذه الفكرة؟ الحمد لله الرحلة كانت موفقة، كانت صعبة نعم، بس احنا بنعمل حاجة أول مرة تتعمل في الشرق الأوسط، إنك تعبري الدول العربية كلها بدراجة كهربائية. كانت تجربة فريدة، استغرقت تقريبا 59 يوم بداية من مصر في أول أكتوبر لوصلنا للإمارات. مرينا في خلال الرحلة دي بداية من مصر للأردن، السعودية، قطر، ثم الإمارات، ومع وصولنا للإمارات عملنا جولة غطت السبع إمارات كلهم بالدراجة الكهربائية. طب ومن شارك معك في هذه الرحلة؟ أنا كنت بقود الدراجة الكهربائية لوحدي، بس معايا فريق الدعم بتاعي، في مصور وفي سيارة الدعم للأدوات اللي احنا بنستخدمها والشواحن وكده. طيب، هل من الصعوبات واجهتها خلال هذه الرحلة، وكيف أيضا يعني تصديت لهذه الصعوبات؟ طيب، أكثر حاجة كانت بتقابلنا في الرحلة دي مشكلة الشحن، إن احنا لسه كوطن عربي موضوع المركبات الكهربائية حديث شوية علينا، فما فيش محطات شحن متوفرة في كل الأماكن. دي كانت أكتر مشكلة بتقابلنا، غير إن لسه في ناس كتيرة ما عندهاش علم كافي بالمركبات الكهربائية، وده احنا كنا بننتهزه فرصة إن احنا نعرف الناس أكتر عن المركبات الكهربائية، الفائدة بتاعتها على المجتمع سواء اقتصادية أو مناخية، ولقينا إقبال بصراحة ومساعدة كتير جدا في الدول اللي احنا قعدنا عليها كلها. طيب لو فصل الشحن، انت قلت يعني من اصعب التحديات اللي ممكن تواجهك فعلا، لان المسافه طويله من جمهوريه مصر العربيه مرورا بالدول العربيه وصولا الى الامارات العربيه المتحده، لو فصل الشحن هتعمل ايه؟ طيب احنا كنا بنستخدم الشحن بشكل اساسي، اي مكان فيه كهرباء كنا بنستخدمه، محطات وقود، فنادق، مساجد، منازل بعض الاشخاص اللي استضافونا على الطريق، فكنا بنستخدم اي مصدر كهرباء نحن نشحن منه الدراجه الكهربائيه. في حاله الطوارئ كان بيبقى معانا مولد المناطق النائية اللي ما فيهاش بيوت أو ما فيهاش أي مصدر كهرباء بنستخدمه عشان نقدر نعبر المنطقة دي، وده كان بيتم استخدامه في مرات قليلة جدا. أذروايز لا، الناس كانت مرحبة بينا في كل الأماكن اللي كنا بنروحها، وكانوا بيساعدونا وبيستضيفونا عندهم. طيب كيف رأيت أصداء هذه المبادرة وهذه الخطوة التي قمت بها؟ هل حصلت على الدعم الذي كنت ترتجيه؟ الحمد لله النتائج حتى الآن مرضية جدا. الرحلة دي تم تنفيذها برعاية رئاسة كوب 27 وجامعة الدول العربية وعدد من الوزارات والجهات في عدد من الدول العربية. وجود الدعم الرسمي والدعم الحكومي للمبادرات الشبابية اللي بالشكل ده فعلا بيساعدها، خصوصا ان هي لما تبقى حاجة جديدة وكبيرة بتعدي عدد من الدول. الجميل ان الناس كلها بدأت تسأل ازاي اجيب موتوسيكل كهرباء، ازاي اركب عربية كهرباء، ايه الفرق ما بين الكهرباء وما بين البنزين، طب انت صرفت قد ايه، اتكلفت قد ايه. ده الهدف الاساسي من الرحلة، ان احنا عايزين نوعي الناس انها تنتقل اكتر لوسائل النقل المستدامة. الناس دايما بتبقى خايفة من فكرة العربية الكهرباء، البطارية، الشحن، فانا النهاردة لما بعمل رحلة بتعدي بخمس دول بموتوسيكل كهربائي بدي الناس ثقة انك تقدر تعتمد على المركبة الكهربائية. طيب انا فعلا كنت راح اسالك عن التكلفة، يعني بما انك ذكرت تكلفة الرحلة، مثل هذه الرحلات الطويلة وبدراجة كهربائية كيف كانت التكلفة؟ تكلفة الدراجة نفسها لا شيء، لأن احنا معظم الوقت بنشحن من أماكن عامة بتدينا كهرباء، أذروايز بنستخدم محطات شحن بتبقى تكلفتها بسيطة جدا يعني. التكاليف الأخرى، الإقامة للفريق، المصاريف العادية وهكذا، بجانب إن بيبقى فيه داعمين للأنشطة اللي احنا بنعملها عشان تساعدنا إن احنا نوصل الرسالة بتاعتنا.
طيب شو هي مشاريعك القادمة؟ هل ستكون هناك أيضا رحلات أخرى؟ إن شاء الله يبقى في رحلات أخرى، بس هيبقى التركيز أكتر على محاضرات توعوية وأنشطة توعوية للشباب. إحنا قابلنا شباب كتير جدا خلال الرحلة بتاعتنا، كنا محظوظين إن إحنا زورنا عدد من الجامعات والمدارس، ولقينا إن الشباب محتاج يعرف أكتر ومحتاج يتعلم أكتر، محتاج يشوف أمثلة وقصص نجاح وأفكار يقدر إن هو يطبقها. وتركيزنا دايما على الشباب في المبادرة، لأن هم أكتر فئة متأثرة بتغير المناخ، هم اللي هيعيشوا فعلا أزمة تغير المناخ لو ما قدرناش إن إحنا نحل الأزمة دي، بجانب إن هم أكتر فئة عندها القدرة على إبداع وإنشاء حلول جديدة لمواجهة أزمة التغيرات المناخية. في خلال الفترة الجاية تركيزنا هيبقى أكتر على زيارة المدارس والجامعات في الدول المختلفة للتثقيف الشباب بقضية تغير المناخ سبل التصدي لأزمة تغير المناخ. طب علي، سؤال أخير، أنت مهتم عادة بقضايا المناخ والبيئة و... أنا في الأساس مهتم بقضايا الاستدامة وسفير للتنمية المستدامة. مع وجود الكوفيد في سنة 2020 كلنا لاحظنا إن نسبة الانبعاثات قلت، الطبيعة بدأت ترجع لوضعها الأساسي، وده شجعني إن أنا أبدأ أنتقل لوسيلة نقل صديقة للبيئة، وشجع الناس إن هم يستخدموا وسيلة انتقال صديقة للبيئة. طبعا علي عبدو، طبعا اكيد ما راح ترجع مصر بنفس الطريقه اتوقع. كفايه كده بقى لنا 60 يوم سايقين بقى، ان شاء الله بنشارك في مؤتمر المناخ السنه دي، ومع اخر يوم بقى انا برجع مصر والشباب بيرجعوا الموتوسيكل. اتمنى لك التوفيق طبعا علي عبدو، وان شاء الله ترجع بالسلامه. اشكرك، شكرا لكم جدا، متشكر جدا. اذا مشاهدينا، هذا كان نموذج من نماذج الشباب الذين ارادوا ان يشاركوا في مؤتمر كوب 28 بطريقتهم الخاصه. كما ذكرت، الجهود ليست مقتصره فقط على المؤسسات والقطاعات المتعلقه بالمناخ، ولكن ايضا هي مسؤوليه على عاتقنا نحن كافراد لتقليل هذه الانبعاثات و تقليل الغازات الدفيئه التي تؤثر على ملف تغير المناخ. الان اعود لكم زملائي في الاستوديو لاستكمال ما تبقى من تغطيه كوب 28.